السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم بقناتي على طريقة الأميرة. اليوم عندنا تزيين كيكة بسيطة وكريمة. خلينا كوب كريمة، أي كريمة، كريم شانتي، نص كوب مي مثلج بارد، وفانيلا سائلة أو باودر تقريبا نص ملعقة صغيرة، نخفقها بالخفاقة، نخفقها زين حد ما تصير كريمة ثخينة متماسكة. روني، هذا صوت بنتي الصغيرة. هنا صارت كريمة متماسكة. نقسم الكيكة نصفين، هاي كيكة اسفنجية طبعا مسويتها هوني بالقناة، نقسمها نصفين، نجيب شيرة خفيفة او قطر ونسقيها الكيكتين حتى تكون ويانا مو يابسة، القسمين نسقيهن. بعدين نحشيها بالكريمة، نحاول نفردها على الكيكة بحيث تكون متساوية، ما تكون جهة صاعدة وجهة نازلة. هنا خليت هاني جوز، اي شي تخلون او حتى تكتفون بالكريمة. بعدين نخلي كريمة قليلة على الجزء الثاني، القسم الثاني، ونخليها فوقها. هنا كريمة سويت نفس المقادير يعني نفس الطريقة، بس خليت ملون طعام ازرق، تقدرون تخلون اي لون انتو بكيفكم. ونخلي على الكيكة، نخلي كمية وفيرة، بعدين شوي شوية نفردها على الكيكة، نوخر الزايد من عدة من الكريمة، واخذوا وقتكم، المهم تطلع عدلة الكيكة، الكريمة عدلة. وبأي شيء تسوونها حتى لو بسكينة يعني كبيرة أو أي أداة، أهم شيء تكون عدلة الكيكة حتى يسهل التزيين بها. وبعد ما نخلص نخليها بالثلاجة تتماسك الكريمة حتى تتماسك على الكيكة. هنا عندنا ورق زبدة، أنا طبعا قست على الكيكة العرض مالها والطول. وهنا عندنا شوكولاتة بيضة ذوبتها على حمام ماي أو حمام مريم. خلي بكيس التزيين نثقبه ثقب صغير، ونبدي تسوون اي نقشة تردون تعجبكم. هنا نقشة عشوائية سويت بسيطة، انتو بكيفكم اي نقشة تردون تسوون سووا. ما تكون الشوكولاتة دافية مو حارة، نخليها شوية حد ما تتماسك الشوكولاتة. بحيث منا اخلي اصبعي عليها ما يلزق، هنا تكون جاهزة، تخلوها على دايما يدور الكيكة. حتى لو تتكسر شوية من عدها ما يهم، المهم تحاولون تلزقوها على الكيكة
بعدها نقليها بالثلاجة حد ما الشوكولاتة تجمد على الكيكة. هنا تزيين ورد، هنا طبعا ما مبين كلش مو واضح، اذا تبدون كتبولي بالتعليقات فيديو كامل نسوي على انواع الورد بالكريمة. هنا ورد بسيط نفس لون الكريمة. هنا ما خليت رأسة على الكيكة، لا على ورق زبدة حتى أخليه بالفريزر شوية يجمد تتماسك الكريمة حتى بسهولة نشيل الوردة ونخليها على الكيكة. يعني هاي طريقة بسيطة. نخليها بالفريزر حد ما تجمد. هنا طلعنا كيكة ومثل ما تلاحظون الورق الزبدة بكل سهولة جاي ينرفع ينشال لأن جمدت الشوكولاتة على الكيكة. بعدها نطلع الورد. نطلع الورد من الفريزر. هنا مو كلش تماسك، بس إذا تقدرون تخلوه أكثر يجمد أكثر بسهولة يطلع من ورق الزبدة، وتخلوه بأي طريقة تردون. أنا هنا خليته على جهة واحدة. هنا زينة كيك رشة بسيطة رشيت، وهذا شكلها النهائي. أتمنى تعجبكم، وإذا أعجبكم هذا الفيديو اشتركوا بالقناة وسووا لايك، ومع السلامة إن شاء الله فيديو ثاني.